هي حكاية الفلسطيني مع الجدار والمخابرات وكل خبث الاحتلال الإسرائيلي كما قدمت قاسية وجريئة في فيلم عمر، عمل فلسطيني من مستوى عالمي رفيع من حيث الإنتاج والتمثيل والتمويل للمخرج هاني أبو أسعد. وصل الفيلم إلى المجتمع الدولي في عام التضامن مع الشعب الفلسطيني. We are so proud of the fact that this film, this Palestinian film, made it to the Oscar. Many of us felt that it should have won the Oscar. حرك فيلم عمر المؤثر الذي وصل إلى المرتبة 22 على موقع آي تيون الكثير من أوجاع الفلسطينيين المغتربين. لم يكن تصويره سهلا في فلسطين، وكان توفير العمل ونقل رسالة سياسية خاصة من بين أهدافه. فيلم كل الناس يقولوا عليه والله هذا واقع الحال، جنون الاحتلال، جنون ما بتصير انه تقدر تعيش ناس بهالطريقة. انا بشتغل مع 100 شخص، 100 واحد بهاف بوست لايف، كل واحد بيجي بيسألني كل ما يطلع فيلم مثلا بنتخب على اوسكارز او جوائز تانية اخرى، بيجوا بيسألوني طب ما فهمت انه كيف وشو هالقصة، وانا فكرت فلسطين مش بلد او مش ما بتعتبر بلد. فمع انه it's small changes مهم كتير لإلي ولكلنا. أنا هلا ناوي أعمل فيلم تاني فلسطيني، بس فلسطيني أمريكاني عن عائلة فلسطينية بينقلوا على أمريكا، فهذا نجاح عمر كتير ساعد إنه ناس تانية عندهم قصص فلسطينية وأفلام منيحة إنه يجولي. بس طبعا وجودنا هون كتير كتير مهم للقضية الفلسطينية، ومش بس للقضية، للفن الفلسطيني. وكما برهنت التجارب، فيلم سينمائي هادف ومتقن قد يقدم للمشاهد ما تعجز عن تصويره عشرات المجلدات. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.